السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بمناسبة العيد هنعمل مع بعض آيس كريم زي اللي بيتباع بره بالظبط، عشان اللي ما عندوش فرصة يخرج يعمله في البيت ويستمتع بطعمه. طعمه فعلا أحلى من بتاع بره، واللي مش مصدق عنده حل من الاتنين، لإما يجي يعزمه عليه لإما يعمله بنفس الطريقة. هنعمل مع بعض آيس كريم بالفانيليا، وهنعمل له الصوص بتاعه صوص شوكولاتة وصوص الفراولة. في نكهة تالتة طبعا بتتباع في ماكدونالدز، نكهة الكراميل، احنا هنا في البيت مش بنحبها، فانا عملت بس بالنكهتين دول. طعمها حلوة جدا، والمقادير والطريقة مفيش اسهل منها. طريقة الايس كريم بتاعي بحاجتين اتنين بس، تعالوا نشوف هنحتاج ايه. عشان اعمل ايس كريم الفانيليا محتاجة ويبنج كريم او كريمة خفق، ودي بتتجاب من السوبر ماركت، النوع ده حلو جدا. وبحتاج حليب مكثف، اللي مش عارف طريقة الحليب المكثف دي طريقته في البيت، واللي حابب يشتري جاهز يشتريه. كوباية من الحليب البودر، كوباية من السكر، رشة فانيليا، تلت كوباية من المية الدافية. مقادير سهلة جدا. وفي الخلاط هعمله في دقيقة واحدة بس، هحط تلت كوباية المية، كوباية الحليب البودر، وكوباية السكر. دقيقة واحدة في الخلاط ويكون عندي جاهز. والقوام بتاعه طبعا بيتقل عن كده لما بسيبه شوية في التلاجة. يفضل طبعا ان انا استعمله ساقع. المقدار اللي انا عملته ده عمل معايا كوباية وتلت، وده مقدار كبير على كمية الايس كريم اللي انا هعملها. تعالوا بقى نجهز الايس كريم. انا هعمل كوبايتين من الكريمة، ومن وجهة نظري ان كوبايتين من الكريمة كفاية عليهم قوي نص كوباية من الحليب المكثف المحلى. هضرب الاول الكريمة اللباني لحد كده ما تاخد شوية قوام، وبعدين اثناء الخفق هنزل عليها بالحليب المكثف المحلى، وده بيديني احلى ايس كريم عملناه قبل كده مع بعض. نوع الكريمة دي طلع جميل جدا، الكريمة بتاعتي من غير سكر، فطبعا حليتها بالايس كريم بالحليب المكثف المحلى. خلاص كده الايس كريم بتاعي جاهز. مكونين القوام بتاعه بيطلع كريمي. هجيب كيس تلاجة، ممكن احط فيه قمع او ما احطش، انا هوريكم الشكلين يعني مش اساسي. وبحب احط دايما الايس كريم بتاعي او اي صوص بحب احطه في كيس عشان اشتغل بسرعة وبنظافة في نفس الوقت. هملى الكيس بتاعي بالايس كريم علشان اعرف اوزعه عندي في الكوبايات. طبعا طريقة التقديم والكوبايات اللي انت هتقدمي فيها على حسب رغبتك. انا النهاردة اخترت الكوبايات كده تكون شفافة عشان يديني نفس الايحاء بتاع الايس كريم بتاع بره، بس طبعا الكوباية دي اكبر بكتير من الكوبايات اللي بتتباع بره. انا كده خلاص محتاجة بس ان انا اخرم الكيس، ابتدي انزل الايس كريم بتاعي يعني باي شكل كده، واملى الكوباية بتاعتي، واعمل حسابي اني اسيب مكان احط فيه الصوص اللي انا لسه هعمله. وتعالى اوريكم لما حطيت من غير القمع برضو نفس النتيجة تقريبا، يعني سهلة برضو ما فيش اي مشاكل. هملى بقى الكوبايات. المقدار بتاعي اللي انا عملته ده هيعمل لي 4 كوبايات من الحجم اللي قدامكم ده. هكمل بقى الكوباية الرابعة، وبكده بيكون الايس كريم بتاعي فانيليا بنكهة الفانيليا بيكون جاهز على الفريزر. هحطه في الفريزر حوالي ساعتين، يعني مش لازم اسيبه اكتر من كده. تعالوا بقى نعمل صوص الفراولة. هحتاج كمية من الفراولة، وكوباية من المية، وباكو من الجيلي، مش اكتر من كده. وفي الخلاط هحط كوباية المية واحط عليها الفراولة، دي كانت فراولة متلجة عندي. ومجرد ان انا هضرب الفراولة في الخلاط اكني هعمل عصير، بس انا بالنسبة لي مش هحط سكر لاني بكتفي بالسكر الموجود في الجيلي. لو حابة تحطي سكر طبعا حطيه على حسب رغبتك.
وهبتدي اصفي العصير بتاعي علشان مش عايزة يبقى فيه اي كتل او اي شوائب، عشان يبقى شبه الصوص اللي بيتباع برا، بيبقى كده ناعم يعني. هو طبعا برا اكيد بيعملوه من غير فراولة يعني، بتبقى نكهات والوان وكده. احنا في البيت هنعمله بطريقة طبعا تكون صحية اكتر ويكون فيها فوائد اكتر. انا بعد ما صفيت خلاص عصير الفراولة بتاعي ده، بيكون شكله بيكون بقى من غير تكتلات ولا اي حاجة، فبيبقى سهل عليا. هجيب حلة على النار واحط فيها العصير بتاع الفراولة، واحط عليها نص باكو الجيلي. شايفين العصير اهو، واحط عليها نص الباكو بس، واحطها على النار واقعد اقلب فيها كده، يدوب تغلي غلوة واحدة، مش عايزة اكتر من كده. ودي اسهل طريقة لعمل صوص فراولة، بيكون بيلمع وبعد شوية طبعا بيتقل عن كده. دلوقتي وهو على النار اقعد اقلبه بقى لحد اول ما يبتدي يغلي، بيكون خلاص الوقت المناسب اللي انا اطفي عليه، وده بيكون شكل. هسيبه بقى على جنب يبرد خالص اهو زي ما احنا شايفين. طبعا الكاميرا بس كانت محطوطة الناحية التانية، عندي الاضاءة في الناحية التانية اقوى شوية، فاللون باين ان هو غامق، ولكن لون عصير الفراولة او الصوص بتاع الفراولة هو افتح من كده. هحطهم بقى على جنب واسيبهم يبردوا خالص قبل ما اجهز الصوص التاني بتاع الشوكليت. واسهل طريقة لعمل صوص الشوكليت، في الخلاط نص كوباية سكر، نص كوباية حليب، نص كوباية زيت فانيليا، وطبعا معلقتين من الكاكاو. انا بستعمل كاكاو خام يعني من غير سكر، وعلى الكاكاو دايما بحب احط شوية نسكافيه على حسب رغبتك. لو عندك اطفال صغيرين هياكلوا من الايس كريم ده بلاش، بس مع الكاكاو مع القهوة يعني بيعمل طعم جميل جدا وبيعزز طعمها. في الخلاط هحط كوباية الحليب ونص كوباية الحليب مع نص كوباية السكر، واخليهم بس يدوبوا كده في الخلاط، اديهم خلطة بسيطة. وبعدين انزل عليهم الكاكاو مع النسكافيه، وعلى طول هلاقي الشكل بتاعي اتغير خالص. احط عليها كمان رشة فانيليا على حسب رغبتك، ممكن بدل النسكافيه لو اطفال هياكلوا منه نحط قرفة، برضو بيكون طعم القرفة مع الكاكاو حلو جدا. هحط الزيت، واول ما احط الزيت على الخليط ده هلاقي الصوص بتاعي بقى تقيل. لو انا حاسه ان الصوص بتاعي تقيل قوي وعايزه اخف من كده اقدر ازود حليب. انا بالنسبه لي عايزه الصوص بتاعي تقيل زي اللي بيتباع بره، شايفين قوامه عامل ازاي، وبيكون بيلمع وطعمه حلو بصراحه يعني زي اللي بيتباع بره. واتعمل معايا في دقيقه واحده بس، يعني احنا عملنا اسهل صوص شوكولاته واسهل صوص فراوله. انا كده خلاص تقريبا جهزت كل حاجه، الايس كريم بتاعي في الفريزر بقاله ساعتين، والصوص الشوكولاته خلاص جاهز وبرده بحطه في كيس عشان يبقى سهل عليا، وصوص الفراوله خلاص تقريبا برد وجهزتهم، وطلعت الكوبايات بتاعه الايس كريم عشان ازوقها. ابتدي احط صوص الفراوله، شايفين بقى تقل شويه لونه وطعمه في منتهى الجمال، وصوص الشوكولاته نفس الكلام برضو لونه بيلمع والقوام بتاعه حلو جدا. هيعجبكم ان شاء الله انا متاكده. ولو عندكم ضيوف وجاهزين انتوا الايس كريم قبل كده، تقدروا تكون الصوص ده تعملوه يعني مش هياخد معاكم اي وقت خالص. اتمنى ان شاء الله النهارده تكون الوصفه سهله وتعجبكم. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، ومع السلامه.